يلا بس كده بطل كدب بقى يا اخي، وسع من قدامي، واي حد بيتشقلب شقلبه زي دي يقول انا سوبر ماريو. واسع من قدامي يلا، الواد ده مش هيصدق غير لما تحول، انا اوريك دلوقتي، وريني كده كداب. يس يس، ودلوقتي انا مين حركات انا مين؟ ها؟ الله 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 الله، مين الراجل ده هو اللي وشه شبه الفار؟ يا ابني انا ابو علي يا ابني، انا سوبر ماريو يخرب بيتك، ايه رايك حركات؟ ايوه كده ابو علي يا سوبر ماريو، احنا هنضرب المدينه كلها. استنى بس، انت تضرب ايه يا عم؟ هو انا عشان سوبر ماريو تقول لي نضرب المدينه كلها؟ او طبعا لازم نجرب قوتك. ما انت لو عايز تجرب قوتي ممكن اضربك يعني عادي. لا تضرب ده، انا ايه بقى نخلي عندك دم؟ لازم نضرب السكان كلهم، نشوفك انت قوي ولا لا. تعال اضربك انا واحطك في الميكروويف. يلا لا ابعد عني، يلا احطك في الميكروويف، تعالى ابعد عني لحسن اديك في وشك بالبنية. انا مش مصدق نفسي، ابو علي ابن خالتي سوبر ماريو، ده احنا هندغدغ اي حد بقى يتعرض لنا بعد كده. هو الواد ده بيفهم منين؟ انا سوبر ماريو مش سوبر بلطجي. الواد فاكرني بدل سوبر ماريو سوبر نصاب. انا لازم ارجع دلوقتي لشخصيتي العاديه ابو علي. يس يس، رجعت دلوقتي لابو علي. الله، امال انت كنت بتحول ابو علي ولا ايه؟ طيب ده المعلم فطيره واحنا عارفينه، لكن اللي معاه ده هو مين؟ ده اللي لونه اخضر الحلو ده، يكونش ده الزيتون الاخضر اللي بيتحط على الفطيره ابو علي. شفت يا معلم دبوس، شفت بيقول لك ايه؟ لازم تنتقم منه يا معلم وتجيب لي الفلوس. انا هوريك دلوقتي يا فطيره انا هعمل فيهم ايه. انت ولد يلا هات الفلوس بسرعه عشان ما تشحورش عليكو، انت متعرفوش قوي الدبوس. شعوت مين اخويا؟ اسمك ايه بس كده؟ قوله دبوس. دبوس اللي هو عني دوت، الدبوس اللي بتحط دوت في الطرحه، ولا الدبوس اللي هو بتاع الفرخه؟ شفت يا معلم فانوس؟ ادي جرى اهو، يلا روح هاتوا من الفلوس، انا ماليش دعوه. ايه ده؟ فانوس مين يا ابني؟ انا دبوس. دبوس دبوس ولا فانوس بقى ما تقلقناش. يا معلم هات الفلوس يلا، المعلم فانوس ده هو عصبي هيموتني. يا ابني اسمي دبوس يا ابني، دبوس احفظها بقى، دبوس. دبوس ولا فانوس، اي اسمه خلاص، جاتكم القرف مليتوا البلد. طيب بحس كده بقى انا لازم اتحول دلوقتي واعرفهم قوه سوبر ماريو، انا هوريكو. يس يس، اتحولت دلوقتي سوبر ماريو زي ما انتم شايفين، لازم اعرفهم قوتي المستخبيه، ودلوقتي حلوية انا لازم اروح اضربهم سوبر ماريو. يس الله، ابو علي نط هرب ولا ايه؟ ايه ده، هو الواد اختفى راح فين؟ انت شفت يا فطيره؟ انا ما شفتش حاجه يا معلم دبوس. ايه رايك يا حركات؟ بص ضربتهم ازاي. يس، شفت قوه سوبر ماريو الحقيقيه؟ ابو علي انت عندك القوه دي ازاي يا ابو علي؟ يا ابني انا سوبر ماريو يا ابني، الجامب بتاعي عالي جدا عشان هو سوبر ماريو اصلا كده، وكمان برضو سريع شويه عشان برضو بيلعب التحديات دي بيبقى سريع. يس يس، ايه رايك في الجامب حركات؟ وي ابو علي انا عايز اشوف البحر من فوق، شيلني ارجوك ابو علي كده ونط بيا ارجوك، عايز اكون حمامه. ازيكم يا علويه، عاملين ايه؟ معاكم ابو علي في فيديو جديد. ياب الفيلم النهارده يعجبكم جدا جدا يا علويه، لان الفيلم النهارده او ماي جاد او ماي جاد، المايه تلج كده ليه؟ وانا كل ما اجي اقول المقدمه في المكان ده دايما بقع في البيسين على طول. خلينا نطلع كده بس الاول. يس يس، الفيلم النهارده يا علويه وهو انا ماريو في السر. يس، انا سوبر ماريو من غير ما اي حد في المدينه يعرف، حتى حركات ذات نفسه ما يعرفش ان انا سوبر ماريو. يس يس، ده في السر ومفيش اي حد يعرف كده، عشان كده انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده، وكمان اشتركوا في القناه لو لسه مش والتلج ده، اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، ويلا بينا نبدا على طول يا سوبر ماريو، ليتس جو. يا نهار زبادي، ايه ده يا نهار زبادي، الساعه 10 الصبح، تاخرنا يا حركات، قوم. ايه ده بس، ده لسه مصحيش يا حركات. يا راسي انت بتقطع على راسي كده يا ابو علي، يعني ارفع كده تقطع على راسي، هتكسر لي رجلي. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ايه علاقه رجلك براسك؟ انا نفسي افهم بس، انا نطيت على راسك، رجلك تتكسر ليه؟ ثانيه واحده بس، الراس مين اللي شايلها من تحت؟ مش رجلي ولا ايه؟ وانت لما تقطع على راسي من فوق بعدها رجلي من تحت اللي هتتكسر.
انت ما عندكش مخ ولا ايه؟ انا اللي ما عنديش مخ؟ الواد ده مجنون مجنون خلاص. يلا بينا اتاخرنا على الشغل. ياس ياس يلا يا عم حركات، المعلم فطير هيطردنا. انا واثق ان المعلم فطير هيطردنا. يلا بينا. طب يلا بسرعه، ده رخم قوي. يلا تعالى تعالى بس، احنا مش هنفطر طيب ولا ايه؟ نفطر ايه بس، احنا لازم نروح بسرعه، احنا لسه مأجرين البيت ده هون، ولو طرد انا وانت من الشغل هننام في الشارع. احنا لازم نروح بسرعه للمعلم فطيره، عشان المعلم فطيره لو اتردى هتبقى ليلتنا زي الفل. انت معاك حق يا حركات، احنا لسه مؤجرين البيت فعلا، ولو اتردنا من الشغل مش هنعرف ندفع الايجار. طب يلا بينا بسرعه بقى عشان ما نتاخرش على المعلم فطيره. الله يخرب بيت دي فطيره. ورب النعمه دي فطيره معفنه، انا عارف بس مين اللي سماها فطيره، ده راجل معفن. يلا بينا نروح له بسرعه. يلا بينا يا عم حركات، المعلم فطيره هيطرد انا واثق. يلا بس بسرعه بس نلحق. يا ربي يا ربي ربنا يلحق. يلا حركات اركب بسرعه. يلا ابو علي خلينا نلحق فطيره ده اول قبل ما تعفن. فطيرة اللي تعفن الله يخرب بيتك هيطردنا من الشغل. استنى بقى. يلا يلا بسرعة بسرعة يا رب نوصل بدري. يس يس يلا حركة بسرعة، انزل يلا انزل. بابا ابو علي بالراحة بس كده اهو. الله انا علقت في الباب، في الباب فوق بتركن الموتوسيكل ابو علي. طب يلا يلا تعالى بس. ايه ده المعلم فطيرة واقف جوه؟ انا بص هكنس بقى على طول حركات واكمل الشغل بقى، كني ايه كنت شغال من بدري. ايه ده انا تعبت قوي من الكنس، خلاص بكنس بقى لي ساعتين هنا. الله ابو علي حتى انا برضه يعني بص كنت بكنس بس بقى كنت متخفي. صح يا معلم فطيرة ولا ايه؟ انتوا فاكرين نفسكم مين عشان تضحكوا عليا؟ انتوا الاتنين مطرودين، مش عايز اشوفكم هنا تاني، بره. ايه ده ايه ده فطيره؟ انا بكنس بقالي نص ساعه فطيره، انت ما خدتش بالك مني ولا ايه؟ انا متفق معاكم اكتر من مره ان انتوا لازم تكونوا موجودين هنا من الساعه 8 الصبح، جاي لي الساعه 10 الصبح. ايه فاكرين نفسكم بتبيعوا بيض ولا ايه؟ احنا بنبيع فطير وبنعمل فطير، يعني المفروض تيجوا بدري عشان نلحق نسوي الفطير ولا ايه الكلام؟ يا معلم فطيرة بس نيجي بدري ليه؟ ونسوي فطير بدري ليه ما انت موجود في المحل اهو، الفطيرة الكبيرة ذات نفسها. لو اي حد طلب فطير حط نفسك في كرتونة كده اهو وروح مع الدليفري وخليهم ياكلوك. حلوة حلوة حركات، يسلم عليك. اه وانا ابو علي ايه رايك في الحته دي؟ انتوا بتعصبوني وخصوصا انت وادي اللي اسمك حركات، انتوا الاتنين مرفودين ومش عايز اشوف خلقتكم تاني في المحل، اطلعوا بره يلا. الله 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 جرايه فطيره، مش هنعرف نتكلم معاك كلمتين ولا ايه؟ يا فطيره ما ينفعش نطرد، احنا لسه مأجرين بيت ولو طردنا هنبقى كده نايمين في الشارع. يا فطيره بس بص هقول لك انا فطيره، انا هعمل لك خمس فطرات النهارده. العيال دي بتفهم منين؟ انا قلت اطلعوا بره يبقى تطلعوا بره، انا مش عايز ناس فاشله زيكم تشتغل معايا، ما بتعرفوش تعملوا فطير اصلا. الله يعني انت مصر تطردنا برضه يا فطيره؟ طب ورب النعمه ان انت فطيره معفنه وحمضانه وريحتك وحشه، فطيره معفنه صحيح. انا بتعصب، اطلعوا بره دلوقتي وامشوا من قدامي احسن اكسر وشكوا بره. ايه بره ايه بقى؟ انا ايه اللي بيخليني اكنس المحل المعفن ده وانا كده كده مطرود؟ حركات احنا لينا فلوس، احنا اشتغلنا خمس ايام ما خدناش ولا ربع جنيه. ايوه صح صح، فين الخمس ايام يا فطيره؟ يا فطيره يا نصابه يا اللي بتجيبنا انت. فين الخمس ايام اللي اشتغلنا بيهم؟ اعتبروا نفسكم نصبت عليكم، انا نصاب، انا فطيره نصابه. وروني بقى تعملوا ايه؟ نعمل؟ لا ما احنا من حيث نعمل ممكن اعمل كتير، انت مجرد فطيرة، ممكن احط عليك شوية جبنة بزيتون وابيعك بتلاتة جنيه. او ممكن احط عليك عسل، بس انت فطيرة معفنة، طعمك مر، محدش هيشتريك. فين الخمس ايام فطيرة اللي اشتغلنا بيهم؟ انت هتنصب علينا ولا ايه؟ اعتبر نفسكم نصبت عليكم. يا فطيرة انت ما تعرفش انا مين يا فطيرة، مش عايز اتعصب عليك. هتكون مين يعني؟ حتة واحد معفن صاحب حركات. اخر تفاوض يا فطيرة، هتجيب تمن الخمس ايام اللي اشتغلناهم ولا لا؟ لا نصبت عليكم. طيب انا اوريك يا فطيرة، بحيث كده بقى لازم اديك بالشاكوش ده اول اخلي دماغك تبقى مسوى الارض، هبططك كده اول زي الفطيرة المتبططة. طيب انا اوريك فطيره، بحيث كده بقى لازم اديك بالشاكوش ده اول اخلي دماغك تبقى مسوى الارض، هبططك كده اول زي الفطيره المتبططه. عارف الفطيره المتبططه ده ايه؟ لازم اديك بالشاكوش عشان اخليك فطيره بشعر منكوش.
حلوة حلوة حركات اديله. اراك ابو علي انا اخش اديله بالشاكوش على راسه. ايه ده تديله بالشاكوش؟ مجنون يا واد ولا ايه؟ ايوه نديله حركات وانا كمان امسك المقشه ونط هنا ورا فطيره. فطيره هنمسكك نضربك يا فطيره. اطلع على بالخمس ايام اللي اشتغلناه. بس كده ده نصب، انتوا بتنصبوا عليا. طيب على اساس ان انت كنت بتقول ايه من شويه؟ يعني كنت بتذاكر لنا؟ ما انت بتقول لنا انا نصبت عليكم. يلا اطلع بالخمس ايام، الشاكوش بياكل ايدي ورب نعمه. اديك واحده بالشاكوش اخليك بص في سوى الاسفلت دوت. الشاكوش بياكل ايدي ورب نعمه. اديك واحده بالشاكوش اخليك بص في سوى الاسفلت دوت. خليك عند الصرصار على الارض. يلا فطيره حضانه، هات يلا الفلوس. يلا فطيره الفلوس بسرعه بتاع الخمس ايام. ثواني بس، احنا كنا شغالين معاه المرتب بكام ابو علي؟ المرتب حركات ب 30 جنيه في الشهر. طب حلو قوي، واحنا اشتغلنا خمس ايام. يلا فطيره هات 500 جنيه يلا. ايه ده حركات؟ احنا كنا شغالين ب 30 جنيه في الشهر كله، احنا كل اللي اشتغلناه خمس ايام. ايوه على خمس ايام. يلا هات 550 يا فطيره، لحسن اديك مش هخش على راسك. بسرعة بس كده نصب، انا مش هسكت. خد الفلوس اهي. هات الفلوس يلا. عالم معفنة لازم تتضرب يعني ولا ايه؟ باي باي يا فطيرة. يلا ابو علي. شفت يا فطيرة معفنة يعني لازم يعني تتضرب يعني؟ انا مش هسكت، انا اوريكم انا اعمل ايه. هتعمل ايه انت يا فطيرة معفنة؟ يلا ابو علي بدل ما ادخل احطه في الفرن اخليه يستوي. خلاص بقى فطيره بقى شاف الفرن ده هو، انا هنحطك فيه. بص يا فطيره تستوي. لا 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 مش عايز اتحط في الفرن، انا مش هسيبكم ابدا. يا عم تنيل بقى يلا باي. انا حركات خدت ال 500 جنيه. ايوه طبعا حقنا ابو علي، اشتغل لك خمس ايام ب 500 جنيه. خمس ايام ب 500 جنيه ما شاء الله، والشهر كله كان ب 30 جنيه، مش عارف ازاي ال 500 جنيه دي جت اساسا. يلا حركات يلا. انصب على مين بس؟ ده انا نصاب قديم. ما اعرفوش حركات ولا ايه؟ ده انا الاسفلت بيشتكي مني. انا يحصل فيا كده وتنصبوا عليا؟ والله ما اسيبكم، لازم ارجع حقي. خلينا اطلع الموبايل بسرعه، انا لازم اتصل بالمعلم دبوس. يلا بسرعه. الو يا معلم دبوس، انا اتنصب عليا يا معلم، انا محتاج مساعدتك. طيب انا جاي لك دلوقتي. بس انت حركات نصبت على المعلم فطيره يا نهار زبادي. استاهل ابو علي، ده فطيره معفنه. بس هو قال ان هو مش هيسكت حركات. مش مشكله اصلا، حتى لو هو ما سكتش اصلا هو ما يعرفش انا مين، ما يعرفش ان انا صح حركات ولا ايه. هو بس من قدام التلفزيون كده هو، خلينا اتفرج. واسع انت كمان، انت هتخنقني ولا ايه؟ واسع من قدامي. حركات انا ماريو. حركات ماريو؟ ماريو ازاي يعني؟ ماريو يا ابني انا السوبر ماريو. واسع من قدامي بلا سوبر ماريو بلا سوبر جاريو. جاريو مين يا ابني؟ بقول لك انا ماريو. ماريو سوبر ماريو، عارف ماريو؟ اه طبعا عارف ماريو. ازاي انت سوبر ماريو يعني؟ انت بتكذب عليا ولا ايه؟ يا ابني انا سوبر ماريو، هتحول لك دلوقتي عشان اعرفك يعني؟ يلا بس كده بطل كذب بقى يا اخي. واسع من قدامي، واي حد بيتشقلب شقلبه زي ديت يعني يقول انا سوبر ماريو. واسع من قدامي يا الله. الواد ده مش هيصدق غير لما تحول، انا اوريك دلوقتي. وريني كده كداب. يس يس. ودلوقتي انا مين حركات؟ انا مين؟ ها الله 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 الله، مين الراجل ده اول اللي وشه شبه الفار؟ يا ابني انا ابو علي يا ابني، انا سوبر ماريو. يخرب بيتك. الله الله سوبر ماريو، انت ابو علي اللي كنت لسه واقف دلوقتي ولا ايه؟ ايوه يا ابني انا ابو علي السوبر ماريو يا ابني. بس انا مش مصدق ان انت ابو علي. ابو علي ما كانش عنده شنب كده اول، مين جاب الشنب ده اول؟ يا ابني انا سوبر ماريو، الشخصيه السريه اللي بقول لك عليها. يس يس. دلوقتي بقى ايه؟ لو المعلم فطيره حب يعمل اي حاجه انا موجود دايما ولازم اعاقبه. ايه رايك حركات؟ ايوه كده ابو علي يا سوبر ماريو، احنا هنضرب المدينه كلها. استنى بس، انت تضرب ايه يا عم؟ هو انا عشان سوبر ماريو تقول لي نضرب المدينه كلها؟ او طبعا لازم نجرب قوتك. ما انت لو عايز تجرب قوتي ممكن اضربك يعني عادي. لا تضرب ده، انا ايه بقى خلي عندك دم؟ لازم نضرب السكان كلهم، نشوفك انت قوي ولا لا. تعالى اضربك انا واحطك في الميكروويف. يلا لا ابعد عني. يلا احطك في الميكروويف، تعالى ابعد عني لحسن اديك في وشك بالبنيه. هو فطيره بس ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ يعني انا المعلم دبوس استناك كله ده؟ ماشي يا فطيره. مساء الخير يا معلم دبوس، انا اتنصب عليا يا معلم دبوس، العالي اللي انا كنت مشغله عندي نصب عليا وخدوا مني 500 جنيه، محتاج مساعدتك يا معلم. انا اكتر من مره يا فطيره قلت لك سيبك من محل الفطير ده واشتغل معايا في السرقه والاجرام، بس انت مش عاوز تسمع الكلام.
يلا بينا نروح للعيال دي، هنتقم لك منهم واجيب لك الفلوس. ربنا يخليك لينا يا معلم دبوس، يلا يلا بسرعه نروح نجيب الفلوس بتاعتي. يلا يا فطيره. يا حلاوتك يا ابو علي يا حلاوتك، انا مش مصدق نفسي، ابو علي ابن خالتي سوبر ماريو، ده احنا هندغدغ اي حد ما يتعرض لنا بعد كده. هو الواد ده بيفهم منين؟ انا سوبر ماريو مش سوبر بلطجي. الواد فاكرني بدل سوبر ماريو سوبر نصاب. انا لازم ارجع دلوقتي لشخصيتي العاديه ابو علي. يس يس رجعت دلوقتي لابو علي. الله امال انت كنت بتحول ابو علي ولا ايه؟ انت بتقول لي انا كده حركات؟ انا اتحول تاني ماريو واضربك. خلاص يا سيدي انا بدل حركات هبقى ام حركات، ولا تزعل نفسك. هو ده البيت يا معلم دبوس، يلا بينا يا معلم دبوس بسرعه. ماشي يا فطيره يلا بينا. طب الفلوس اللي احنا خدناها من المعلم فطيره حركات هنعمل بيها ايه؟ انا شايف ان الفلوس اللي خدناها من الفطيره المعفنه ده هو. ايوه الفلوس بتاعتي، هاتوا فلوسي يا نصابين. الله مين ده هو يا ابو علي؟ مين اللي جوه رايا؟ ده فطيره حركات. طيب ده المعلم فطيره واحنا عارفينه، لكن اللي معاه ده هو مين؟ ده اللي لونه اخضر الحلو ده، يكونش ده الزيتون الاخضر اللي بيتحط على الفطير يا ابو علي. شفت يا معلم دبوس، شفت بيقول لك ايه؟ لازم تنتقم منه يا معلم وتجيب لي الفلوس. انا هوريك دلوقتي يا فطيره انا هعمل فيهم ايه. انت ولد يلا هات الفلوس بسرعه عشان ما تشحورش عليكو، انت متعرفوش قوي الدبوس. شعوت مين اخويا؟ اسمك ايه بس كده؟ قوله دبوس. دبوس اللي هو اني دوت؟ الدبوس اللي بتحط دوت في الطرحه، ولا الدبوس اللي هو بتاع الفرخه؟ انت بتهزر، انا هوريك بقى دبوس الحقيقي. انت بتهزر معايا؟ الله ده طلع دبوس مجرم يا ابو علي. ابو علي هات الفلوس بسرعه، انتوا هتخلوني اتعصب عليكم واتحول دلوقتي. ايه ده الواد ده هيتحول ايه؟ الا كنت اتحول ايه يعني انت مش مستغرب من نفسك؟ انت دبوس يعني انا اتحول ايه؟ هتشوف دلوقتي انا اتحول ايه. او بس انا المفروض ما كنتش اعرف حد على السر ده عشان طب بصوا بقى، انت لو عايزين الفلوس الفلوس اهي معايا انا، يلا باي. ايه ده جري يا معلم دبوس جري، انا لازم اجيبه. شفت يا معلم فانوس ادي جري اهو، يلا روح هاتوا من الفلوس انا ماليش دعوه. ايه ده فانوس مين يا ابني؟ انا دبوس. دبوس ولا فانوس بقى ما تقنوناش. يلا بسرعه روح امسكوا انا ماليش دعوه. قدامي يلا تعال معايا قدامي. طيب ماشي يا معلم فانوس. برضه بيقول لي فانوس، الواد ده غبي ولا ايه؟ خلينا اطلع اجري بسرعه، يلا بسرعه. ابو علي هيموتوني. ايه ده حركات؟ ابو علي هات الفلوس يلا، المعلم فانوس ده هو عصبي هيموتني. يا ابني اسمي دبوس، يا ابني دبوس، احفظها بقى دبوس. دبوس ولا فانوس اي اسمه خلاص، جاتكم القرف مليتوا البلد. طيب بحس كده بقى انا لازم اتحول دلوقتي واعرفهم قوه سوبر ماريو، انا هوريكو. يس يس اتحولت دلوقتي سوبر ماريو زي ما انتوا شايفين، لازم اعرفهم قوتي المستخبيه. ايه ده الواد ده بقى عجوز ازاي؟ ده عبيد ده ولا ايه؟ كان شاب وخلى نفسه عجوز، ده فاكر نفسه هيضربنا. هتشوفوا ده هو ده هيعمل فيكم ايه. يلا يا سوبر ماريو يلا وريه يا ابو علي. ودلوقتي يا حلويه انا لازم اروح اضربهم سوبر ماريو. يس الله ابو علي نط هرب ولا ايه؟ ايه ده هو الواد ده اختفى راح فين؟ انت شفته يا فطيره؟ انا ما شفتش حاجه يا معلم دبوس. ودلوقتي هوريكم ماريو بجد. ايه ده هو ورايا ولا ايه؟ امسك. آه. ودلوقتي قضيت عليه وانت كمان يا فطيره. ايه ده ماريو ما تعمليش حاجه؟ لازم اوريك دلوقتي انا عامل فيك ايه؟ الحمد لله سابني ومشي. سابك ومشي يا فطيره، اديله ابو علي اديله. ودلوقتي انت يا فطيره لازم تاخد جزائك انت كمان. ايه رايك يا حركات؟ بص ضربتهم ازاي. يس شفت قوة سوبر ماريو الحقيقية؟ ابو علي انت عندك القوة دي ازاي يا ابو علي؟ يا ابني انا سوبر ماريو يا ابني، الجامب بتاعي عالي جدا عشان هو سوبر ماريو اصلا كده، وكمان برضو سريع شوية عشان برضو بيلعب التحديات دي بيبقى سريع. يس يس ايه رايك في الجامب حركات؟ وي ابو علي انا عايز اشوف البحر من فوق، شيلني ارجوك ابو علي كده ونط بيا ارجوك، عايز اكون حمامة. ودلوقتي يا حركات امسك نفسك. انا ماسك نفسي بس طير انت بينا يلا.
الله الله الله، ايه الشعب ده هو يا ابو علي؟ وراح الحصراع من على دماغك، يجي لي كسر في رجلي. يا ابني انت كل حاجه تقع على دماغك يجي لك كسر في رجلك؟ بالراحه يا ابو علي الحصراع. وي ايه رايك حركات؟ انا سوبر ماريو. ايوه كده، الله ينور عليك يا سوبر ماريو. يا ابني اسمي سوبر ماريو. ماريو ايوه يا سوبر ماريو. يلا حركات اوديك المدرسه. مدرسة ايه دلوقتي بس؟ يلا فسحني. طيب يا حركات، وي ايه رايك؟ الله ينور عليك. راكب سوسته ببلاش يا جدعان. سوسته؟ سوسته ايه؟ يلا واد انزل يا واد.